صباح الخير، صباح جميل عليكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن اول الخطوات اللي ممكن نعملها بعد العمليه اللي بتحصل للرباط الصليبي، وايه اهم الحاجات اللي بتحصل بعد العمليه. طبعا بعد اي عمليه بيحصل حاجه اسمها انفلاميشن او التهابات جوه الركبه، بيحصل سويلنج ارتشاح، والرينج اوف موشن او المدى الحركي بيبقى ليميتيشن يعني محدود، والعضله الاماميه بيحصل فيها حاجه اسمها انهيبيشن يعني ما بيقدرش ان انت تعمل انقباض او انبساط، وفي نفس الوقت بتبقى مش قادر تدوس على رجليك وبتبقى ماشي بعكازين وبيبقى عندك الم جامد في الركبه. فايه اهم الخطوات اللي تقدر تتعمل في الاول عشان خاطر نتحكم في كل الحاجات اللي احنا قلناها من شويه؟ معانا كابتن محمد، هنوضح ليك الكلام ده مع بعض دلوقتي ان شاء الله. دلوقتي اي حد بيحصل له مشكله في الرباط الصليبي زي ما قلت من شويه، العضله دي بتبقى فيها اتروفي يعني ضمور، وفيها انهيبيشن يعني مش قادر ان هو يعمل انقباض او انبساط، وركبته بيبقى فيها سويلنج يعني ارتشاح كبير، وحركه الصابونه ديت بتبقى ليميتيشن يعني بتبقى محدوده، ومش قادر يعمل اي تانيه او فرد للركبه. اهم تمرين بنقدر نعمله في الاول حاجه اسمها كوادري سيت، بنجيب زي فوطه او بنجيب مثلا كيس رمل ونحطه تحت ركبتنا بالطريقه ديت، وبنراعي ان كعب رجليا يبقى ثابت على الارض ومش رجليا لورا، واعمل سكويز او ادوس لتحت جامد بريشر جامد، واضغط عد من 1001 ل 1010 واكررها على الاقل 10 مرات، يعني بعد 10 ثواني 10 مرات. ليه 1001 لغايه 1010؟ لان لو قلت 1 2 3 4 لغايه 10 على طول مش هجيب الثانيه. بعمل سكويز او بدوس تحت جامد وافضل ثابت اعد 10 ثواني واريح واكررها 10 مرات. ده تمرين مهم جدا لان هو بيعمل كونتراكت او بيعمل انقباض للعضله الاماميه، وفي نفس الوقت بيخلي الانهيبيشن او عدم القدره على الحركه يرجع تاني بسهوله، وتبتدي العضله تشتغل ويبقى فيها اكتيفيشن او تبتدي تشتغل. ده اول تمرين. لما العضله تبتدي تتحرك شويه ويبتدي يحصل انقباض يبان في العضله، بيبتدي نعمل حاجه نبتدي نزود المقاومه اكتر من خلال حاجه اسمها ثيرا باند استك مقاومه. بنحطه بين رجلينا الاثنين. اتفضل يا محمد. نعمل هنا. التمرين دوت برضه بيبقى حاجه اسمها ايزومتريك كونتراكشن او تمرين ثبات. تخلي مشط رجلي لورا والشده الاماميه جامد، واثبت رجلي السليمه على الارض، وارفع برجلي واقاوم الاستيك لفوق، وابتدي ان انا اعمل تكرارات 10 في 3 او 10 في 4. ده برضه تمرين مهم لان هو بيعمل كونتراكت او انقباض جامد للعضله الاماميه عشان خاطر يخلي العضله ديت تبقى اكتف اكتر او تنشط اكتر، فبالتالي لما العضله تقوى شويه يخلي السويلنج او الارتشاح اللي حوالين الركبه يقل. بنراعي كذا حاجه بنعملها في اول العمليه او بعد العمليه، ان احنا بعد اي حد ما بيحصل له الارتشاح والورم او الالتهاب اللي جوه الركبه، بنراعي ان احنا نعمل ثلج كل ساعتين 10 دقائق خاصه بعد ما بنفك الغرز ونتاكد ان الجرح التئم خلاص. ثاني حاجه بيرفع ركبته او رجليه فوق حاجه عاليه كل ساعه مثلا لمده ربع ساعه عشان خاطر يقلل السويلنج اللي هو ضد الجاذبيه او عكس اتجاه الجاذبيه. رقم ثلاثه لازم ان احنا في البيت نعمل حركه موبيلتي او حركه للصابونه يمين وشمال وفوق وتحت باستمرار عشان خاطر نخلي الباتيلا او الصابونه ترجع لوضعها الطبيعي، فده هيساعدنا اكتر في عمليه التني والفرد بصوره كبيره. ان شاء الله الحلقات الجايه هنوضح اهم التمارين اللي ممكن نعملها للتني، واهم التمارين اللي ممكن نعملها للفرد، ولما المدى يزيد شويه ايه اللي ممكن نقدر نعمله، وان شاء الله ازاي نقدر نقوي الكور الجزع والجليتيوس الاليا. اشوفكم ان شاء الله على خير الحلقه الجايه، ونوضح مع بعض اهم التمارين اللي ممكن نعملها مع بعض. السلام عليكم.